ده مش فيلم عن الجوكر ولا يعرف الجوكر، وتقريبا انا ما شفتش الجوكر. السلام عليكم، عودة من جديد للمراجعات السينمائية. كان بقالي فترة مأجل المراجعات وقلت ان انا مش هرجع غير لو في حاجة قوية تستحق متابعتكم اعزائي المشاهدين، وكنت فاكر ان مفيش حاجة ارجع بيها اقوى من الجزء الثاني من جوكر، الفيلم اللي صدر من ايامه كان بعنوان جانبي فولي ادو، جنون الاثنين. بس الحقيقة ان دي هتبقى مراجعة لفيلم ارثر فليك اللي مش جوكر، والاثنين المجانين بدل ما يكونوا جوكر وهارلي كوين هيكونوا المخرج توت فيليبس والمنتج اللي وافق على النص السينمائي ده. لكن عزيزي المشاهد ما تستعجلش، ما تاخدش الكلام السلبي اللي انا قلته دلوقتي وتكون راي سريع وتقفل الفيديو، عشان عندي كلام كتير معظمه متلخبط زي الفيلم كده. ما تعملش زي مشهد السبع ثواني اللي بين جوكر وهارلي كوين. مش هحرق لكم اي حاجه، لكن هقول لكم ايه اللي المفروض تتوقعوه لو قررتوا تروحوا تتفرجوا على الفيلم، عشان ما تقعوش في الخطا اللي وقع فيه ناس كتيرة جدا منهم نقاد كبار. أنا اسمي أحمد غانم وده ريفيو. لو ما كنتش مشترك عزيزي المشاهد فانت فايتك شوية حلقات حلوين، اشترك حالا وبعد ما تخلص المراجعة دي قلب في القناة هتلاقي حلقات كتير تعجبك، وما تنساش تعمل لايك وشير. في سنة 2019 صدر فيلم جوكر من بطولة خواكين فينيكس وروبرت دينيرو ومن إخراج المخرج توت فيليبس. توقعات صناع العمل والمشاهدين لنجاح الفيلم ده كانت محدودة قوي. صحيح ان شخصية الجوكر من الشخصيات المهمة والمؤثرة في عالم القصص المصورة وليها عشاقها المخلصين، لكن طبيعة الفيلم واللي اتقال عنه وقتها وكمان تاريخ المخرج توت فيليبس اللي نجح في اخراج اعمال كوميدية معروفة زي The Hangover ما كانش مخلي الكل متحمس ومش متوقعين ان يحصل نجاح جماهيري او نقدي. لكن اللي حصل كان مفاجأة بكل المقاييس. الفيلم بعد ما كان متوقع انه يحقق 40 مليون دولار مثلا في عطلة نهاية الأسبوع الأول، حقق 96 مليون دولار واستمر في تحقيق إيرادات عالية جدا في جميع أنحاء العالم لحد ما كسر حاجز المليار دولار، وبقى أول فيلم في التاريخ يكون مصنف للكبار فقط ويحقق حجم الإيراد ده. ده على مستوى النجاح الجماهيري والتجاري. على المستوى الفني والنقدي الفيلم اترشح ل 245 جائزة، كسب منها فعلا 120، كسب في مهرجان فينيسيا واخد جوائز في جولدن جلوب وساج اووردز وترشح ل 11 اوسكار، وفعلا قدر يكسب اثنين منهم، واحده للموسيقى التصويريه طبعا اوسكار افضل ممثل رئيسي لخواكين فينيكس المبدع. كل ده كان مستحق وبجداره، وزي ما كل الحاجات دي حاجات هايله وفظيعه وجميله، عايز اقول ان الحاجات دي كلها هي سبب النكسة اللي حصلت دلوقتي، لأن في تقديري النجاح الكبير جدا اللي حصل لفيلم جوكر سنة 2019 خلى المخرج توت فيليبس يفقد توازنه وتفكيره المنطقي، لأن اللي أنا شفته في فيلم جوكر 2024 هو فيلم فاقد لبصلته، فيلم مش محدد بالظبط هو عايز يعمل إيه وإزاي ولمين، وأكبر مشكلة هي المين. هحاول واحدة واحدة أشرح وجهة نظري اللي مازالت برضو متلخبطة شوية، بس خلوني في الأول أتكلم عن إيجابيات ومزايا الفيلم اللي عجبني في حد ذاته كفيلم سينما. شريط الصور المتحركة دي، تكوينات الكادرات، المونتاج، التلوين، كل دول كانوا هايلين. تمثيل خواكين فينيكس كما هو متوقع رائع، ما خذلنيش أبدا. تمثيل ليدي جاجا عادي، يعني انا شفت ان هو محدود شويه لكن انا ما كنتش متوقع اكتر من كده، خصوصا ان المشكله الرئيسيه مش من عندها، لو كان في حاجه تانية مطلوبه منها اعتقد انها كانت هتبقى افضل من كده. الاخراج يعني في حدود تنفيذ الرؤيه الفنيه كان جيد جدا، طبعا ده يعني بالنسبه للي مكتوب من توت فيليبس وبوب كين وسكوت سيلفر. بس الحقيقه انا مستغرب من بوب كين بالذات، الراجل ده بيكتب حاجات هايله جدا وعبقريه زي اللي انا بشوفها دلوقتي مثلا في مسلسل ذا بينجوين، فازاي انت يطلع من ايديك حاجه كده؟ بس هو اكيد ده تدخل وشغل توت فيليبس، انا متاكد من ده. تعالوا بقى نتكلم عن اكبر سلبيه في الفيلم. لا هما سلبيتين مش حاجه واحده. النص اللي مكتوب سيء جدا جدا جدا، مش لان تتابع المشاهد وحش، انا قلت لكم ان الفيلم عجبني كفيلم في حد ذاته، لكن ببساطه ده مش فيلم عن الجوكر ولا يعرف الجوكر، وتقريبا انا ما شفتش الجوكر. في 2019 احنا دخلنا في عالم ارثر فليك،
عشنا معاه معاناته، والمعاناة دي وصلتنا في النهاية لانفجار مدمر ناتج عن جنون وطيش وتهور وظهور شخصية جوكر. هنا بقى في الفيلم ده مفيش حاجة من دي. الفيلم ده ببساطة هو استكمال لبحث ودراسة حالة لشخصية آرثر فلاك. بس المخرج توت فيليبس عجبته لعبة كسر توقعات اللي عملها في 2019 ونجحت بشكل أسطوري مع الجماهير والنقاد. بس هو نسي أهم قاعدة، إن النجاح مستحيل يتكرر بنفس الشكل مرتين. الناس عايزة تشوف حاجة جديدة، حاجة مختلفة، فما بالك وانت كمان مقدمها بشكل أضعف من ناحية تطوير الشخصية والأحداث. كمان الأماكن محدودة جدا. أنا لو جيت دلوقتي أفكر في ذروة الفيلم ده هلاقي إنها أضعف من نهاية الفصل الأول بتاع الفيلم اللي فات، واللي هي المفروض يعني تبقى مجرد توضيح لأزمة البطل وبداية معاناته ورحلته. ومش بس كده، أنت كمان قررت إنك تضعف الفيلم أكتر وأكتر وتخليه فيلم موسيقي أو شبه موسيقي. المخرج توت فيليبس عمال بيحلف يمين طلاق إنه مش فيلم موسيقي، والجمهور والنقاد بيحلفوا إنه فيلم موسيقي. وبالنسبة لي أنا شخصيا لا هو موسيقي ولا هو مش موسيقي، لأنه حتى من الجانب ده العنصر ده تقدم بشكل ضعيف قوي. أنا متفاهم جدا وجهة نظره، هو عايز يخلي الغنى ده هو صوت آرثر فليك الداخلي اللي بيعبر عنه، خصوصا بعد ما شاف هارلي كوين وتعلق بيها وهي بتتمرن على الغنى والموسيقى، وبقت كل هلوسه وضلالاته بتطلع في شكل أغاني وحوارات بينه وبينها. لكن كل ده طلع بشكل ضعيف جدا وبشكل مش جذاب، والأهم إن كل ده بعيد عن شخصية الجوكر وبعيد جدا عن توقعات الناس منه. تقييمات الجمهور السلبية والانتقادات الحادة اللي قالها النقاد، طبعا انخفاض الإيرادات بشكل كارثي، كان طبيعي جدا يحصل، لأن زي ما قال كل النقاد المخرج توت فيليبس ما كانش عارف بالظبط هو عايز ايه. انا بقول ان هو اتغر في نجاح تجربته الاولى وقرر انه يغامر لاقصى حد، لكن النتيجة انه عمل فيلم اضعف البطل بتاعه اكتر واكتر، خلاه بطل فاقد الهدف والملامح عشان يكمل رحلة نفسية بالنسبة لي ما كانش ليها اي فايدة. الفيلم ده بكل ما فيه كان ممكن يتعمل في 4 أو 5 مشاهد في نهاية الفيلم الأول. إحنا ما تحركناش متر واحد من نهاية الفيلم الأول فعلا، إلا يمكن آخر مشهد في الفيلم اللي برضو مش هعتبره حدث فارق أو بداية جديدة تستحق كل اللي اتعمل عشانها. ما عدا آرثر فلاك، كل الشخصيات اللي كانت موجودة في الفيلم كان ظهورها باهت جدا، ومش عارف إزاي يبقى معاك براندان جليسون وستيف كوجن وكاثرين كينر وما تستفدش بأدائهم في حاجة أكبر من كده. شخصية هارلي كوين كانت سيئة جدا في كتابتها، وليدي جاجا مش الممثلة اللي ممكن ترفع الشخصية لوحدها من غير ما يكون معاها نص مكتوب بشكل كويس. هي مش مارجو روبي يعني. حتى أداء خواكين اللي هو طبعا هايل كده كده يعني ما قدرش يساعد الفيلم، وأتوقع إنه هيتأثر بنتائج الفيلم ده في المستقبل. ونيجي بقى للتقييم النهائي. تجربة مشاهدة جوكر 2 فولي أدو جنون الاثنين كانت جيدة إلى حد ما بالنسبة للعناصر الفنية التقنية. لو دخلت الفيلم بتوقعات محدودة زيي ومركزتش قوي في الخلل الواضح في السيناريو والقصة والأغاني هتلاقي المشاهدة لطيفة، بس أنا مش عارف أقولك ما تركزش إزاي، إحنا أصلاً بنتفرج عشان الحكايات. لكن الفيلم هو خيبة أمل كبيرة جداً لعشاق الكوميكس ومحبي الشخصيات الخارقة أو الأشرار غير التقليديين. الفيلم مفتقد لكل العناصر اللي ممكن تجذبهم لمشاهدة الفيلم، أقل بكتير من توقعاتهم، وما كانش مخلص لقواعد العالم اللي بيحبوا يشوفوه أو حتى في عرضه لشخصية الجوكر. زي ما قلت في البداية، الفيلم ده عن آرثر فليك مش عن الجوكر. وكده ينتهي الكلام. أتمنى المراجعة تكون مفيدة وممتعة بالنسبة لكم، وما تنسوش تتابعوني وتعملوا سبسكرايب وفولو ولايك وشير، وكمان تقولوا لي آرائكم في التعليقات لو كنتوا شفتوا الفيلم. عايز اقول لكم ان في حلقات كتير مميزه قريب ان شاء الله، وكمان هيبقى في برنامج مسابقات فنيه لايف مع الجمهور، وهيبقى في فلوس حلوه للي هيجي. اقابلكم على خير ان شاء الله.